أباجيل، صباح الخير، شلون الأبطال؟ إن شاء الله تكونون بخير. مع درس جديد من الدروس الإلكترونية لمادة قراءتي الصف الأول الابتدائي مدرسة القيم الأهلية، معكم الست سارة عهد. حبايبي، بداية اليوم هو يوم الاثنين 15/3/2021 ميلاديا، قلنا ميلاديا معناه ميلاد السيد المسيح. أما بالهجرية 2 شعبان 1442 هجرية، اللي هي هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة. حكمة الأسبوع حتبقى نفسها، اللي هي النظافة من الإيمان. على الأسبوع القادم إن شاء الله نبدي ناخذ حكمة أخرى. بداية، استمعتوا للنشيد الوطني بالدرس السابق اللي هو كان درس العلوم. الآن نجلس جلسة صحيحة قبل ما نبدأ درسنا. يلا يا أبطال، نجلس جلسة صحيحة. حسن، أسامة، عوف اللي بإيدك ماما. زينب، وين أنتي حبيبتي؟ خليك بالدرس ويانا. تمام. أمير حبيبي، وين أنت؟ عبد الله، ماما لا تلتهي بهذا الكرسي حبيبي، ركز ويانا ماما. محمد علي كريم، افتح الكاميرا ماما ولستها. محمد علي كريم، افتح الكاميرا ولستها ماما. تانين ايضا افتح الكاميرا، يوسف، يعرب، سجاد، مصطفى علي، ابراهيم، لبنى، شهم، حبايبي. أنا حاليا أخذت الحضور مالتكم، سجلت يمي. الآن نبدأ درسنا اللي هو اللغة العربية. دائما إحنا نعرف، دائما نستذكر قبل كل درس جديد إحنا نستذكر حروف المد، اللي هي أصدقاء الحروف وياي على طول العام الدراسي. حروف المد هي آ و إي، هذه هي حروف المد. عندي أيضا عائلة أخرى اللي هي عائلة الحركات الإعرابية، فتحة، ضمة، كسرة، أصواتهم إ أو إي. لكن أيضا لما نترافق أي حرف جديد أيضا حتكون لي مقطع، لكن المقاطع مع الحركات الإعرابية تكون اللفظ مالتها صغير، لكن مع حروف المد تكون كبيرة لأنه نمدها، لذلك سميت بحروف المد. الآن نستمع إلى محفوظة أصحابي، وبعدها اللي حافظها يقدر يشارك ويانا، واللي ما حافظها إن شاء الله بالتكرار حتسهل عليه الحفظ. أصحابي، أهلاً أهلاً يا أصحابي، أهلاً أهلاً بالأحباب، كل صديق لي أرعاه، أبداً أبداً لا أنساه، كل صديق لي أرعاه، أبداً أبداً لا أنساه. نحن جميعاً جند الوطن، عشت بلادي طول الزمن، نحن جميعاً جند الوطن، عشت بلادي طول الزمن. اسمعها مرة أخرى وبعدين بدون يشاركون بها. أصحابي، أهلاً أهلاً يا أصحابي، أهلاً أهلاً بالأحباب، كل صديق لي أرعاه، أبداً أبداً لا أنساه، كل صديق لي أرعاه، أبداً أبداً لا أنساه. نحن جميعاً جند الوطن، عشت بلادي طول الزمن، نحن جميعاً جند الوطن، عشت بلادي طول الزمن. هسه يا شطور بيكم حافظها يرفع لي ايده حتى اقدر اشوفها بالكاميرا ويشارك ويانا بقراءتها. الشطور اللي حافظها يرفع لي ايده بالكاميرا انا حتى اشوفه واخليه يشارك ويانا. في ابطال هو الحافظيها ممتاز،
أحسنتم، بارك الله فيكم. يلا يا شهم، شهم لأنه شكلك تريد تنام. يلا شهومي. نعم سونس حبيبي صباح الخير. صباح النور. يلا يا شهم قرأنا إياها ماما. أصحابي أهلا أهلا يا أصحابي، أهلا أهلا يا أصحابي. الأحبابي أي صحيح، كمل. كل واحد أرى، كل صديق لي أرى، أبدا أبدا لا أنسى. نحن جميعا جند الوطني، عشت بلادي بطول الزمن. أحسن شهومي، وهاي أحلى صفقة مني إليك. شكرا حبيبي وبارك الله بيك. بعد تلميذ آخر، تلميذ آخر. شهومي غلق الصوت من يمك ماما. نشوف تلميذ آخر، أي واحد رافع إيده خليه يشارك لا تخافون. يلا يوسف يعرب. نعم سانسي. بيبي شلونك؟ زين. يلا يوسف. أهلا أهلا يا أصحابي، أهلا أهلا بالأحباب، كل صديق لي أرعاه، أبدا أبدا لا أنساه. نحن جميعا جند الوطن، عشت بلادي بلادي طول الزمن. أحسنت، وهاي أحلى صفقة مني إليك، بارك الله بيك. أحسنت، شكرا لك حبيبي. يلا تلميذ آخر، يلا يلا ده نشوف منو هو المتحمس، منو بيكون متحمس؟ أبدأ أشوف الكاميرات تطلقوهن. نشوف منو متحمس، منو متحمس بيكم؟ أنا دا أشوف ياسين كلش متحمس. خلينا نشوف اسمه. يلا يا ياسين. أمسامسة. ياسين حبيبي، شلونك؟ صباح النور. يلا حبيبي صباح الورد. يلا حبيبي قرآن. أصحابي أهلا أهلا يا أصحابي، أهلا أهلا بالأحباب، كل صديق لي أرعاه، أبدا أبدا لا أنساه. نحن جميعا جند الوطن، عشت بلادي أول الزمن. أحسنت ياسين، بارك الله بك. أحلى صفقة مني إليك، صفقة الزمن. أحسنت، بارك الله بيك. يا يوسف، يوسف أثير صفق لك. شكرا يا يوسف. ياسين حبيبي. يلا يا بعد، بعد درد شوف منو حافظ. خلني نشوف. يلا يا يوسف أثير. أصحابي أهلا أهلا يا أصحابي، أهلا أهلا بالأحباب، كل صديق لي أرعاه، أبدا أبدا لا أنساه. نحن جميعا جند الوطن، عشت بلادي طول الزمن. أحسنت حبيبي، وهاي أحلى صفقة مني إليك. صفوا زميلكم، صفقوا لزميلكم، عافية أبطال أنتم. شكرا حبيبي يوسف، عشت إيدك ماما. يلا بعد، بعد أريد أشوف منو وين الحماس، وين الحماس، منو متحمس، منو متحمس. يلا يا أموري. نعم سانسي. صباح الخير. صباح النور. يلا أموري. أهلا أهلا يا أصحابي، أهلا أهلا بالأحبابي، كل صديق لي أرعاه، أبدا أبدا لا أنساه. نحن جميعا جند الوطن، عشت بلادي طول الزمن. أنت أموري بارك الله بيك، وهي أحلى صفقة مني إليك، وصفقوا زميلكم، صفقوا زميلكم، بارك الله بيك أموري. أحسنت حبيبي. شوف تلميذ آخر، بعد تلميذ آخر. يلا يا أبطال، ما شاء الله أشوفكم كلكم حافظيها. يلا بشار. أهلا أهلا يا أصحابي، أهلا أهلا يا أحبابي، كل صديقي للأحبابي أرعاب الأرعابي،
أبدا 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 لا أنسى. إحنا جميعا جند الوطني، وطني عشت بلادي، بلادي طول الزمن. أحسنت بشوري وبارك الله بيك، وهاي صفقة مني إليك وصفقة زميلكم. شكرا يا بشار. بعد أكو أحد حافظها؟ صورتكم طبعا بالكاميرا ده تروح وترجع عندي، ما أعرف صوب بالإنترنت ما أعرف يعني، أنتوا تغلقوها. يلا أشوفه ده يقمز ويريد يشارك. يلا يا يامن، حبيبي صباح الورد، ده أشوفك ده تقمز موني وأنت كلش متحمس. يلا أقرأ. يلا حبيبي. أهلا 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 يا إيه؟ يا أصحابي، أهلا أهلا بالأحبابي. كل صديق لي أرعاه، أبدا أبدا لا أنساه. إحنا جميعا جند الوطن، عشت بلادي طول الزمن. أحسنت موني، أحلى صفقة مني إليك وصفقة زميلكم، وبارك الله بيك يا موني. شكرا إليك حبيبي. بعد تلميذ آخر قبل ما نبدأ درسنا، حسن أسامة، ماما خليك ويانا حبيبي ركز، لأنه من الظل بهذا الكرسي المتحرك ماما ما راح تقدر تركز. يلا يا سجاد، سجاد صباح الخير حبيبي، صباح الورد. يلا يا سجاد. أهلا أهلا يا أحباب أصحابي، أهلا أهلا بابي كل صديقي يا أرعائي، أبدا أبدا لا أنسائي. جميعا جند وطني دي طول الزمن. أحسن سجودي، وهاي أحلى صفقة مني إليك وبارك الله بيك. شكرا إليك يا حبيبي. يلا أنا بشوفكم ما شاء الله عنده الكل حافظها، اللي ما يعني ما يشارك ويانا يقدر، وإذا حافظها يقدر عود يرسل لي إياها على الخاص. بس الآن أيضا بدي أشوف كلش متحمسة ليان. يلا يا ليان، يلا ليونة افتحي لي الصوت، ما انفتح عندي ماما حبيبتي، ما أسمعك يعني، هو الصوت مفتوح بس ماكو صوتك. الصوت بالله، خلي أحد يتأكد لك من عنده ماما وأرجع لك مرة أخرى، لأن هو الصوت انفتح يمك بس ما دا يطلع لي الصوت. تمام حبايبي، هاي كانت بالنسبة لمحفوظتنا لهذا اليوم. إن شاء الله البقية يقدرون يشاركون الاستوديو المقطع الصوتي اللي هو بصمة صوت على الفايبر أو على الواتساب. تمام، الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من الدرس. كنا نطلع الكتاب على صفحة 50، كنا نطلع الكتاب على صفحة 50 اللي هو عندي تدريب رقم 1. نقرأ هذه الكلمات ونقرأ الكلمتين المقابلة أمام الكلمة ونشوف الكلمة المناسبة إلها حتى تصير جملة مفيدة. تمام، حتى نقرأ هذه العبارة وتكون العبارة متناسقة. كنا نطلع الكتاب على صفحة 50. يلا يا أبطال، أحسنت زنوبة، أحسنت أمير، أحسنت يوسف، ممتاز إيلين. بعد حبايبي، يلا وين أنا أشوف الكتاب مالتكم؟ أحسنت علي، علي محمد، أحسنت بارك الله بيك محمد علي، أيضا روان، أحسنتي حبيبتي، شهم، آدم، يامن، كلكم أشوفكم أني.
سجاد، ليان، يلا يا رضا، مصطفى أيضا، رقية أحسنتي حبيبتي، إبراهيم، بشار، مصطفى، زياد، يلا يا حسن، حسن افتح لي الكاميرا ماما وطلع لي الكتاب صفحة 50، تالين أيضا، سما صادق وينش حبيبتي؟ تحليلك إبراهيم، عافية ماما كتابك أمامك، أحسنت. حبايبي الآن نبدي تدريب رقم 1. عندي أنا هذه الكلمات، أنتوا تشاركون بقراءتها وتشوفون الكلمة المناسبة لها من المربعات اللي أمامها، تمام؟ هسه أنا عندي هذه أول كلمة، خل نشوف يا بطل. يا بطل راح يقرأ لي هذه الكلمة ويختار الكلمة المناسبة لها. أدري بيكم كلكم أبطال وكلكم شطار. يلا يا نشوف أكو بعض التلاميذ مشاركة وشوية حتى منا ومنا. يلا يا مصطفى، مصطفى علي. نعم تانسي. حبيبي صباح الخير. صباح النور والسنو على عناق النفوس. حبيبي. يلا يا صوفي، أقرأ لي ماما هذه الكلمة. أمين. أحسنت، أمين. أمين شنو؟ الكلمات المقابلة قرأ لي إياهم اثنيناتهم. هذه شنو الكلمة الأولى؟ بناء. أحسنت، هو أمين بناء. زين هذه الكلمة بالمربع الأول شنو هي؟ قرأ لي إياها. ماء. ماء، أحسنت، بارك الله بيك. إحنا نختار كلمة بناء لأن هو أمين كان يعمل بناء. أمين بناء، أحسنت. إذا نكتب المربع كلمة بناء. يلا يا أبطال كنا نكتب كلمة بناء هو الاختيار الصحيح لأن أمين كان يعمل بناء، ما تصير أمين ماء. تكتبون سووا لي أوكي. أنا إذا أشوف الأكثرية دا يكتبون. ممتاز يوسف، ممتاز ياسين، أحسنت علي أحمد، ممتاز أمير حبيبي، أحسنت محمد علي، عبد الله وين كتابك ماما؟ وين كتابك؟ ارفع لي هذا أشوفه. كتبت؟ تمام. هاي عاشتيدك، عاشتيدك محمد، محمد أحمد. لبنى ماما وين كتابت؟ عوف اللعابة اللي بإيدك. عندنا درس. كتابك وين يا لبنى؟ شوفيني يا. ارفعي لي يا، ارفعي لي يا للكتاب. افتحي على صفحة 50 وقعدي كتبي ويانا. يلا يا لبنى. تمام. تلميذ آخر، تمرين آخر. يلا يا مصطفى زياد، مصطفى زياد، عمت آنتي حبيبي شلونك؟ زين الحمد لله. يلا صوفي اقرأ لي ماما هذه الكلمة. على كيفك، حتى لو تتهجاها ما عندنا مشكلة. صح صح تهجيت. نب سمعتك، قلت نب. أحسنت، تهجى بطريقة صحيحة. نبيل، 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 أحسنت. نبيل، نبيل، شنو هذه الكلمة الأولى؟ نبيل ماذا كان يعمل مصطفى؟ بقال. بقال، أحسنت. كلمة بقال هي الأولى أم الثانية؟
أولى. أحسنت نبيل بقال. زين الكلمة الثانية شنو قرأ لي إياها؟ رمان. رمان أحسنت. إحنا نكتب بالمربع بقال. أحسنت يا مصطفى وشكرا لك. نبيل بقال، كان نبيل يعمل بقال. ننتقل على التمرين اللي بعده. يلا يا زينب. نعم سانسي. يلا زنوبة قري لي هذه الكلمة ماما. نادر. أحسنتي نادر. كان ماذا كان يعمل نادر؟ بزاز. بزاز أحسنتي. وين كلمة بزاز؟ الأولى أم الثانية؟ الثانية. أحسنتي الثانية. نكتب نادر بزاز. زين الكلمة الأولى شنو اقري لي إياها؟ سانسي واقري هذا الأحمر على المود أقراها زين. يلا حبيبتي كملي. ورق. أحسنتي ورق. ورق ممتاز يا زنوبة وبارك الله بيك. إذا خلينا بالفراغ هو بزاز. نادر بزاز. شكرا يا زنوبة. الكلمة الأخرى يلا يا حسن. حسن أسامة. حسن حسن انت عندك حسابين ماما حجرب الاخر. حسن انتي يلا حسوني حبيبه اقرا لي هذه الكلمه. يلا حسن الصوت اليمك. هذا الصوت اليمك شنو؟ هاي حاسب. هاي حاسب. اقرأ لي هذه الكلمة تجارياها. بس كان في الصوت يقطع. أرجع لك مرة أخرى حسن. أرجع لك مرة أخرى ماما. يلا يا لبنى. يلا لبنى. نعم سانسي. يلا حبيبتي قري لي هذه الكلمة. تجيها. نمير شبيه؟ نام. أحسنتي نمير نام. كلمة نام بالفراغ. نمير نام. الكلمة بالأسفل شنو؟ قري لي إياها. باب. باب أحسنتي. شكرا يا لبنى. بدي تمرين تدريب رقم 2. الكلمات هي كلمات خارجية لكن احنا الحروف ما اخذيها. تمام. كل كلمة نقراها نرجع نكررها مرة اخرى بهذا الفراغ اللي مطيني اياها. لكن هساني اهم شيء خلي اعرف انا اقرأ الكلمات. الكلمات هذه انا اعرف اقراها. يلا يا رقية. نعم سانسي.
رقية. حبايبي بسرعة فتحوا لي الصوت، ماما عم نستفاد من الوقت لين ورانا إملاء. رقية ارجع لك مرة أخرى، أين رحتي؟ وين رحتي حبيبتي؟ يلا يا محمد. محمد أحمد. سانسة. حبيبي حمودي شلونك؟ بخير. يلا حمودي اقرا لي هذه الكلمة ماما. انت قند اي قنديل قنديل قنديل. احسنت بارك الله بك، قنديل احسنت. بعض التلاميذ ماما غلقوا الكاميرات، افتحوا لي اياها ماما. اللي يغلق الكاميرا ما خليه يشارك ترى بالدرس. تنسي شو فتحتي لي الماي. اي حبيبتي مو قلت لك تعي شاركي، بس انت وين رحتي؟ يلا يا رقية. شكرا لك يا محمد. رقية اقري لي هذه الكلمة ماما اللي اشارتش عليها، التدريب رقم 2. تتهجيها رقية؟ يلا رقية ليش غلقت الصوت ماما؟ يلا رقة قري لي ماما هذه الكلمة. مي مي ونا لا مو نا اندئ ان اول شيء عندك انت عندك مقطع مي مي ان من دئ من د اي من دي والحرف الاخير ال منديل. منديل احسنتي يا رقة، منديل. شكرا لك حبيبتي، منديل. يلا يا عبد الله. عبد الله حسن. نعم شمس. يلا عبودي اقرا لي هذه الكلمه ماما الثالثه. د فؤاد والكسره ليش نسيتها؟ بي 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 بر بر برم برم برمي. يلا عبد الله شو تصير؟ برمي برمي ال صارت برميل. برميل احسنت يا عبد الله، صارت كلمه برميل. ننزل على السطر الثاني نقرا الكلمات الاخرى، نقرا الكلمات الاخرى. يلا يا ترى انا بدي اشر من اللي شارك ومن اللي ما شارك ماما يعني اعرف. يلا يا زهراء. نعم سانسي. يلا زهراء حبيبتي اقري لي هذه الكلمة. ب ب ا ب و ا بلا. احسنت بلا. بلد. بلد احسنتي بارك الله بيك. ب ل د بلد احسنتي يا زهراء احسنتي. شكرا لك حبيبتي. يلا يا ابراهيم. نعم شانسي. يلا برهومي اقرا لي هذه الكلمه ماما. بلدي. بلدي احسنت بارك الله بك، نفس كلمه بلد لكن نضاف لها حرف المد اي صارت بلدي. بلدي احسنت. أحسنت يا إبراهيم. شكرا على المشاركة. من إلك حبيبي، أنا اللي أشكرك. بدك تكتبون وأشوف. الصوت غلقوا من يمكم. يلا يا ريتا. دقيقة خالص. Oh, my God.
يلا نعم سانسي. يلا ريتا حبيبتي قري لي هذه الكلمة ماما. وين أشرع لي؟ ب ب ب ب ب بس لا تستعجلي نوفي ريتا. وفتحة ب ب وال بل وجاء بل فيها. لا تستعجلين ب أ ب ب ب ب ل بل 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 بلد نفس هذه كلمة بلد. وضمة صارت بلدو 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 وضفناها مقطعنا صارت بلدونا. أحسنتي صارت بلدونا. أحسنتي يا ريتا بلدونا. أحسنتي كلمة أخرى يلا سما. نعم سانتي. تمام الحبيبتي سانسي ما قاعد أسمعك. قري لي هذه الكلمة حبيبتي. أنا أرز نرز نز 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 نزل وعليها إيه صارت نزل. أحسنتي نز ل. أحسنتي يا سما. لا تخاف. شكرا حبيبتي. تلميذ آخر تلميذ آخر يلا يا إيلين. صباح النور حبيبتي. صباح الورد. يلا قلبي قلبي قلبي. أحسنتي ب أحسنتي ل ب أحسنتي. الله شكرا لك حبيبتي. قال ب كلمة الأخيرة من التدريب. يلا يا علي. علي أحمد. يلا علاوي اقرأ لي هذه الكلمة الأخيرة الموجودة بالتدريب رقم 2. والآية لا تنساها الفتحة. ما ننساها لأن الفتحة ويا الحرف ده تسوي لي كأنه مقطع. وإن إن 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 يلا يلا علاوي. إن إيه ألا إن إيه على إن إيه ن ق نق إيه نق إن نقل عليها إن صارت نقل إيه ق لا يعني ثلاث مقاطع. ويا الآ مقطع ن ق ويا الآ مقطع ق ل ويا الآ مقطع ل. أحسنت يا علاوي شكرا لك. حبايبي هاي بالنسبة للتدريبات. الآن الآن ننتقل إلى المحادثة والتعبير أشرح لكم إياها وبعدها إن شاء الله حنبدي بالإملاء. تجيبون دفاتر الإملاء حضروا دفاتر الإملاء والأدوات المدرسية لكم للكتابة وبعدين نبدأ بالإملاء. هسا خليكم وياي عوف كل شيء من إيدك وتشتفوا خليوني أشوفكم. سجادة قعد عدل ماما أدري بيك مريض بس شوية أقعد حبيبي. كنا نقعد عدل إيدنا مشتفة تمام. الآن خليكم وياي أريد نعرف المحادثة والتعبير. عندي محادثة والتعبير شنو اسمها؟ تذكرون المحادثة والتعبير السابقة كان اسمها الأسرة. قلنا الأسرة تتكون من الأم والأب والأولاد
وأيضا الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة. كانت هذه التعبير بالدرس السابق اللي هو كان اسم الأسرة. التعبير اليوم شنو عندك؟ أنا أحلم بالمستقبل مثلا أكون طبيبة، أحلم بالمستقبل أكون ممرضة، والكثير معلمة. الكثير من هذه الأعمال اللي هي تسموها أعمال أو مهن. زين، هسه يا أبطال خلينا نشوف هذا الفيديو القصير اللي يخص درسنا لهذا اليوم. مرحبا أصدقائي الصغار، هيا نتعرف على بعض المهن. خصيص مرور، طبيب، أنا أشرب أطفاء، معلمة، فتاة، مسارة. أنا شرطي المرور، عملي هو تنظيم السير حتى تكون دائما بأمان. أنا الطبيب، أعمل لعلاجكم ولإزالة الألم عنكم. أنا البناء، وأنا أقوم ببناء المساكن وكل الأماكن الأخرى من أجل أن تنعموا بالراحة. أنا رجل الإطفاء، عملي هو إطفاء الحرائق وإبعاد الخطر عنكم. أنا الخباز، وأنا أقوم بصنع الخبز وأشياء أخرى كثيرة من الطحين. أنا المزارع، وأنا أعتني بالحيوانات وأزرع الخضار والفواكه من أجل تأمين الطعام. أنا المعلمة، عملي هو تعليمكم حتى تكبروا وتصبحوا أصحاب مهن وتبنوا الوطن. نحن نحب أمامي. حبايبي، مثل ما شفتوا بالفيديو، الكثير منه من الأعمال مثل الشرطي، الطبيب، البناء، رجل الإطفاء، المعلم أو المعلمة، الخباز، الفلاح، هذه كلها نسميها مهن، كلها نسميها مهن. الآن شو نسوي حتى أنكم ما تملون؟ خلنا نسمع هذه الأغنية اللي أيضا تخص أصحاب المهن، وبعدين ننتقل للإملاء إن شاء الله. صح اليوم درسنا شوية راح يكون طويل، بس إن شاء الله يكون درس ممتع وإن شاء الله ما تملون. أيدينا تبني الوطن، إنا أصحاب المهن، عن واجبنا لا نتأخر، نعمل بنشاط معا. أيدينا تبني الوطن، إنا أصحاب المهن، عن واجبنا لا نتأخر، نعمل بنشاط معا. الطبيب، أنا الطبيب أعاين المرضى أعالجهم، أنا الممرضة التي دوما تساعدهم. واجبنا لا نتأخر، نعمل بنشاط معا. الشرطي، أنا شرطي المرور، أنظم سير السيارات، وصديقي الشرطي يطارد للصمت في الطرقات. أيدينا تبني الوطن، إنا أصحاب المهن، عن واجبنا لا نتأخر، نعمل بنشاط معا. البناء، أنا بناء أبني بيوتا كي نسكن فيها، وأنا معلمة أبني الأجيال أربيها. أيدينا تبني الوطن، إنا أصحاب المهن، عن واجبنا لا نتأخر، نعمل بنشاط معا. الفلاح، أنا فلاح أزرع أجني ثمرا ما أحلاه، والخباز صديقي يصنع خبزا ما أشهاه. أيدينا تبني الوطن، إنا أصحاب المهن، عن واجبنا لا نتأخر، نعمل بنشاط معا. أيدينا تبني الوطن، إنا أصحاب المهن، عن واجبنا لا نتأخر، نعمل بنشاط معا.
هسه شوية صحصحتو، هسه نحضر دفتر الإملاء. نحضر دفتر الإملاء. كانت هذه شخصيات الدرس اللي مطلوبة للإملاء، اللي هي أمين بناء، أمين أبو مأمون. عندنا هذه الشخصية هي منو؟ هي إيمان. يدها شنو تمتلك؟ إناء ماء. دار أديب. وأمامكم هذه هي أم أيمن وأم إقبال. الآن نحضر دفاترنا ونوجه الكاميرا على دفتر الإملاء. نحضر دفتر الإملاء ونوجه الكاميرا حتى أشوفكم شلون تكتبون على دفتر الإملاء. الكاميرا نهائياً ما تغلقوها.